لماذا نصوم شهر رمضان؟ لماذا؟ أو ما الحكمة من فرضية الصيام؟ لماذا نصوم؟ نعم. الله يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما الحكمة؟ قال لعلكم تتقون. لأنك الآن عندما تصوم ما يراك أحد أحيانا عندما تدخل البيت إلا الله، فلا تأكل ولا تشرب ولا تأتي بمفسدات الصيام. اتق الله، تخاف من الله. نعم، هذا حكمة من الحكم. غير ما الحكمة؟ تعود النفس على الصبر. تعود النفس على الصبر، تعود نفسك أن تصبر وجاهد النفس والشيطان عزمه. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر على ما؟ صبر على طاعة الله بأن يصوم، وصبر على المعصية التي لا يجتنب مفسدات الصيام، وصبر على أبدال أن قدر الله عليكم في هذا البلاد أن تصوم كم ساعة؟ 20 ساعة تقريبا. فهذا أمر كتب الله عليك، ماذا تصنع؟ تصبر ولا بد. طيب، هذا الحكمة الثانية. نعم. الشعور والإحساس يا أخي المسلم الذي لا يجد القوة يأكل. الإحساس والأمة الإسلامية أمة واحدة تشعر بما عليه الفقير، تمر عليه الساعات الطوال ولا يجد شيء، لا طعام ولا شراب. ولهذا تشرع الصدقة في رمضان، وكذلك يجب على الصائم إخراج زكاة الفطر لإقناع الفقير عن الصيام في يوم العيد. نعم، فتح الله. هذا الثالث. ما يذكر هذا؟ كذلك أن الآن الإنسان عندما يصوم فهو يتذكر نعمة الله عليه ليل نهار وهو يأكل ما شاء الله، ما لذ وطاب، فهو يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى.